السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز وجايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها أنفل ساغا. بس قبل أن نبدأ يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا بسم الله نبدأ بلعبة أنفل ساغا. فايز ايش اللعبة هذه؟ اللعبة هذه أول شيء خلونا أكون واضح معكم، اللعبة هذه تقريبا 90% من المتابعين عندي ما راح تعجبهم اللعبة هذه. ليش؟ لأن اللعبة هذه من النوع اللي أنا أحب، فقليل أتوقع قليل اللي يحبون الألعاب اللي أنا أحب بالستايل حق اللي أنا أحب. فيا ممكن 5-10 اللي موجودين يتابعون يحبون الألعاب اللي زي كذا، فما أدري اكتب لي تحت هل تحب النوع الألعاب هذه ولا لا. لعبة أنفل ساغا نزلت قبل 4 أيام، شفت الرسومات حقتها وشفت النظام حقها مرة عجبني بصراحة، فقلت لازم 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 أجربها ويمكن تكون سلسلة في القناة. اللعبة لسه بالإيرلي أكسس فبيكون فيها تطويرات كل فترة أتوقع. فلن كثر كلام، خلونا نروح ستارت جيم. ويا باي مكان انا اعرف فكره اللعبه. اوكي عندنا ستوري مود وساند بوكس. اوكي انا عارف ان ستوري مود بياخذ كلام كثير، ان اللعبه فيها كلام مره كثير، لكن الساند بوكس ما راح ياخذ كلام كثير. وستوري مود لسه ما اكتمل اللعبه زي ما قلت الايرلي اكسس، فراح نوصل منطقة معينة وراح نوقف، فما يمدينا نكمل ان ما في شيء مكتمل. فخلونا نلعب الساند بوكس. اوكي اذا اكتمل ستوري مود، لاني قريت انه لسه ما اكتمل، راح نلعبه. حلو حلو، خلونا نروح الساند بوكس. يقول تبغى التوتوريال، هل نقول لا ولا نقول ايه؟ انا عارف التوتوريال، خلينا نقول ايه، يمكن في اشياء تطلع لنا معرفة صح. اوكي هذا نظام اللعبة 2D على 3D، فكثير منكم ما راح تعجب اللعبة الـ2D أنا عارف، لكن مرة مرة عميقة اللعبة، تعجبني بشكل مرة مو طبيعي. لكن الصوت مرة عالي، دقيقة. أوكي كذا الصوت مفروض تمام. طيب هذا أوسكار يقول well, this... أوكي بيعلمنا أن طيب سكيب هذا الأشياء عارف أنا، خلينا نسوي سكيب. أوكي أنا سويت شيء خطأ؟ لا. حلو يا ابن الحلال، قلنا سكيب خلاص لا تشرح لنا. يو هاف ذا سمول فورجيت يا عارف النظام هذا. اوكي يو كاروت اباوت يور كيرز اباوت. اوكي يعني يقول هنا راح تبدا ثروتك وشهرتك ويصير عندك زواج وكذا. اوكي يا يعني اللعبه فيها زواج. طيب but of this restaurant about this for it. طيب يو ايتام يو بورتس. اوكي يا هذا باختصار المكان هذا او محل الحداد هذا، حداد صحيح يعتبر حداد، يا حداد محل الحداد هذا حق ابوه، لكن ابوه توفى وحنا ورثنا الورث، ورثنا مكان الحداده ورثنا مكان الحدادة والمبنى هذا البيت. حلو يا اوكي طيب بدينا، يمدينا نوقف اللعبة. اوكي اول ما تبدأ معك 200 يا سبيس يوقف اللعبة. حلو هذا حن تمام. في اشياء هنا كثيرة، هنا توقف الوقت، هنا عندنا الايام اتوقع لسه احنا باليوم الاول، هنا عندنا الفلوس، هنا عندنا السمعة، هنا عندنا السبايك، خلنا نقول السبايك يا سبايك الحديد وسبايك الذهب، عندنا 10 من 20، وهنا عندنا الأور اللي لا الحين مو سبيكة يعني يعتبر خام. أوكي الحديد الخام هذا لا الحين ما نزل. أوكي هذول لسه لا الحين بالتحديث ما نزل. أوكي في أشياء للحين ما نزلت. طيب وعندنا تحت هنا آرثر، اسم الشخصية حقتنا اسم آرثر، يمدينا نسوي زوم وزوم أوت. عندنا آرثر اتش بي والستامينا. اوكي اتش بي ما ادري بصراحه في قتال ولا لا، لكن عندنا اتش بي وفي استامينا الانرجي حقه، وعندنا الاكل. حلو ثلاث الاشياء هذه لازم نهتم لها. وعندها الفلوس، ما عنده حاليا فلوس، بدنا نضغط عليه اذكر لا. اوكي فايز كيف لا هنا يمديك تطلع، صار عندك اكثر من عامل، يا يمدينا نوظف اكثر من عامل، يصير عندنا بعدين زحمه عمال. حلو وعندنا هنا البلت مود، اذا ضغطنا هنا يمدينا نبني غرف ثانيه، مثلا نحط مثلا غرفة هنا، غرفة قابو،
يمديك تعدل الاثاث، تحط اثاث برضو مثلا، تحط سرير، اشياء ثانيه. فهنا عندنا البلد نود، البلد نود البلد مود ما ادري ايش قلت انا قبل شوي. وهنا عندنا المتجر، المتجر هذا يمديك تشري منه، تشري منه الحديد عشان تسوي صفايح حديد، ايش يسمونه، لور صح، بس في قلت انا قبل شوي بس لكن نسيته. طيب وتشري الاكل وتشري الادوات، في اشياء كثيره لكن في اشياء لسه ما فتحت. اوكي اوكي، فكره فكره الفيلم، انا اليوم ما ادري ايش فيني. فكره اللعبه مره بسيطه، حلو حلو. والحين عندنا مهمه يقول اكمل 5 طلبات، مره سهله. نمشي اللعبه، عندنا صفاي حديد، عندنا فكره اللعبه، يمدينا ننام برضو، يمدينا ناكل. نجي هنا عند المكان هذا، هذا المتجر حقنا باختصار. اوكي نجي عند المتجر، اوكي عندنا اللوحة هذه، نضغط على اللوحة كذا فتحنا المتجر، كذا سكرنا المتجر. الحين نفتح المتجر اوكي، وننتظر الناس تجي. انا عجبني الرسومات اللي ورا، ناس تمشي، المدينة حية، فمرة عجبتني اللعبة بصراحة، تشوفوني متحمس. احنا الحين بالربيع وضعنا تمام، راح يجي الشتاء وراح يجي مطر وراح يجي اشياء كثيرة. ليش ما حد جاء؟ اوكي غريبة ما حد جاء. اوكي هذا جاي صح، حلو جانا واحد. طيب هذا اول عميل عندنا، ممتاز ممتاز. يبغى قفل، القفل هذا في عداد لازم نخلصه بسرعة، يحتاج 4 من الصفائح الحديد اللي عندنا ويعطينا 11 فلوس. نقول اوكي ويبدأ يشتغل، حلو. هذا يبغى سلسلة، اوكي ويعطينا فلوس، حلو يعطينا 9 ممتاز، لكن نستهلك 4. اوكي كان باقي عندنا، باقي عندنا 6 من 20، لازم نركز على هذول. اوكي بخلصها الحين، حلو. اوكي هذه بيجيك مهارات كل ما، اوكي تجيك مهارات كل ما قاعد تشتغل اكثر. اوكي اوكي الحين معلش خلصت اللي عندنا صح، هذا يحتاج 3، يبغى قفل، لكن القفل يحتاج 3 صفائح حديد، وحنا ما عندنا الا صفيحتين، فمعناته ما يمدينا نسوي له الا اذا جينا هنا بسرعه. هل يمدي نسخر صفيحه واحده؟ اوكي صار 3 صح، ونجي هنا بسرعه ونسوي هذا، حلو ان شاء الله يمدينا. هذا ما يمدينا، 4 شت ينود ما راح اسوي لك انت. طيب نسكر المحل، خليه يروحون، هذا عصب. شفت وجهه عصب. الحين عندنا 0 الصفائح، لازم الخام، يا حديد خام صح يعتبر، اتوقع انه يعتبر حديد الاور. اوكي لازم نسهره عشان يطلع لنا صفائح، فنجي هنا نبدا نسهر. كل اور يعطينا حديده واحده او صفيحه واحده، فعندنا 5 راح يعطينا 5. فكرة اللعبة مرة حلوة بصراحة. ما خلصنا هذا للحين. اوكي باقي لنا 2، يمدينا نسوي بس 5، آخر حبة. اوكي الليل جا بعد صح؟ حلو. الحين اوكي باقي واحدة صح؟ 6 خلاص الحين ما يمدي يسوي. طيب الحين يمدينا نجي هنا، كم معنا فلوس؟ معنا 231، سهلة. يمدينا نجي هنا ونطلب، مثلا بنطلب هذا يعطيك 20 خام او حديد، 35. اوكي بناخذ ال 20، حلو ونسوي له باي. اوكي لكن الحين جل يمدينا نروح ننام، طلعت العلامه هذه معناته ان البياع جاي وبيجي من هنا، هذا هو. اوكي حلو، بيدخل وياخذ الحديد ويحطه هنا في الصندوق. طيب افكر ان ننام، هل ننام ولا بدري؟ لا بدري بدري، خلنا نسهر. اوكي خلونا نسهر. اوكي حط 20 الحين، الحين نبدا نسهر، معنا فلوس. افكر في حركه مره حلوه اول شيء اسويها، لو نجي البلد هنا نسوي هنا قبو، والقبو هذا نسوي فيه ماينر، يمدينا نستخرج الحديد منه، لكن راح يكلفنا فلوس. هل اسويه؟ يا اتوقع افضل شيء، يا خلونا نسويه. نروف
ما ادري ايش مكتوب لكن اوكي حلو. الحين احنا راحت معنا راحت منا 100 لكن مو مشكله راح نسوي قبر. بيجي العامل يقعد يشتغل هنا قاعدين نصهر وضعنا تمام بعدين بيجيب عامل خليه يصهر احنا نشوف لنا شغله ثانيه. يا اذا جينا هنا يمدينا نوظف عمال فكل عامل له راتب لكن مره غاليين هذا 300 وهذا كل واحد بعد له مهارات. اوكي يا مو الحين هذول حبه حبه. طيب هذا البناني راح ينزل الحين يقعد يبني. اوكي كم صهرنا؟ اوكي صهرنا 13 او 5 تقريبا. اوكي راح ياخذ وقت يقعد يبني يوم كامل وبعدين يخلص. اوكي ابصر حتى يخلص او حتى يتعب. عندنا هنا غرفه نوم وعندنا هنا المطبخ لكن مره مظلم ما ادري تشوفونه ولا لا. المطبخ هنا يمدينا ناكل منه. كم صهرنا؟ اوكي 12 بوصل 20 وبعدين بخليه يروح ياكل او ينام وبعدين ياكل. اوكي اخر حبه 19 هذه 20 حلو. الحين بقول له روح نام. اوه هذا خلصها حلو. Give you art is okay so اوكي اوكي طيب طيب الغرفة الحين هاي ما خلصت تحتاج يعني نحطها ايش غرفة ايش مثلا غرفة مستودع ولا غرفة بتشوفون الحين بس حتى صدق يمدينا الحين هاي يمدينا مثلا نجعل الغرفة نضغط عليها نحددها قاعدين هذا يمدينا نخلي الغرفة نوم لكن عندنا غرفة نوم او نخليها غرفة مطبخ غرفة مطبخ لكن عندنا مطبخ هنا او نخليها ماين فهذا اللي بسويه بصراحة او ستوريج لكن ما نبغى ستوريج في اشياء ثانية لسه مقفلة انا ابغاها ماين عشان ما نشري المعادن احنا نطلعها بنفسنا فنضغط على هذه اوكي نضغط صح حلو الحين عشان تصير غرفة ماين تحتاج الى الطاولة اتوقع او صندوق ومكان حق الماين اوكي اذا جينا مثلا هنا صح اتوقع نحتاج صندوق اتوقع صندوق يا صندوق نحطه هنا يا والحين نحتاج الماين هذا المكان اللي ينزلون معي يحفرون 50 معنا 50 يا معنا يمديني احط اخر شيء؟ لا حطه بالنص هنا. حلو، الحين الغرفة هذه خلاص طلع. الغرفة هذه راح نجمع منها موارد، نجمع منها حديد، مو لازم نشري حديد لكن بيطول بياخذ منا وقت. طيب خلينا نسرع اللعبة شوي عشان هذا يقوم. اوكي انا عجبني الرسومات بصراحة اللعبة، مرة حلوة. اوكي خلاص صحة. طيب نخليه ياكل، نقول له تعال اكل هنا. او يطبخ اكل وبعدين ياكل اوكي في دجاج هنا اوكي بياخذ الاكل والحين يطبخه حلو وبعدين بياكل احنا عندنا 20 ما يحتاج الحين انزل هنا بس بنزل ابغاكم تشوفون الفكره اوكي خلص الاكل عندنا شت لا لا ابغاك تاكل اوكي بياخذ الاكل وقعد ياكل نحتاج نطلب اكل كم معنا؟ معنا 16 شت شت في اكل ب 16 في ب 15 3 او 14 يعطيك 3 يا جبن لازم نحتاج اكل اوكي فلسنا ما معنا اي شيء طيب اكل بسرعه خليه ياكل بسرعه حلو هذا جاب الاكل طيب الحين خلصنا كل شيء جاهز عندنا مدينا نفتح المحل لكن بنزل هنا بجمع بعض الحديد اوكي خلونا ننزل بسرعة كيف يجمع ينزل ويقعد يتعب هذا كل ما تعب هذا حط كم يجمع ثلاثة اتوقع او ثنتين بشوف الحين عند معنا 10 اوكي كم حط استهبل وات ما حط شيء اوكي حط ثنتين وات المرة الأولى ما حط شيء طيب لكن كذا بياخذ وقت مرة بياخذ وقت احنا عندنا مكان لازم نطلع منه فلوس فحاليا نتوقع خلاص بس يطلع هذول خلاص كم صرنا 14 يا
يا 14. خلاص تعالينا. خلاص لازم نجيب موظف نخليه يجمع لنا، احنا نهتم بالمحل. حلو، عندنا 20، نمدينا نطلع منها كم؟ 200 اتوقع او 100. نفتح المحل اوكي وننتظر الزباين يجون. سرع اللعبة شوي عشان يجون. اوكي جاء اول واحد، حلو. ما ادري ايش يبغى هذا لكن بثلاث اوكي يعطينا 9، ممتاز. اي وش كول ذا بوينتس بوينتس اوكي. طيب حلو خلصنا، صار معنا 11. يمديني استغل وقت اروح هنا بسرعة. يمدي يمدي ولا لا؟ قد افن الله. وات اريو سميث رايت اي وانت تو ايم سو فورس. اوه ماي جاد. طيب طيب هذا حارس امير او المكان اللي احنا فيه، المكان اللي احنا فيه فرنسا، ما ادري ليش لكن احنا في فرنسا. هذا العلم حق فرنسا في العصور القديمه اتوقع، لكن احنا في فرنسا. قال امير فرنسا قال انك انت الحداد الموجود هنا او السميثي، ف اوكي فنحتاج منك ناخذ تدفع لنا ضريبة على المكان اللي انت فيه. طيب هل نعطيه 12 ام على 11 ندفع الضريبة 12 ولا نسحب عليه ضريبة عشان المكان؟ ما معي 12 فراح اسحب عليك. اوكي هذا يبغى مسامير سهلة، يمدينا تعال نضبط هنا. اوكي ما ادري شو ما ادري شو بيصير بصراحه. طيب خلينا نوقف شوي. لو نضغط هنا فوق على العلم في اكثر من دوله، في عندنا الانجليز او انجلترا، عندنا فرنسا، عندنا الباندد يعني قطاعين الطرق اتوقع، وعندنا حقين الكنيسه والسحره. فحنا فرنسا الحين ساكنين، يا تشوفون العلم احنا في فرنسا، يا كذا فضلت تشوفون احنا في فرنسا ساكنين اوكي. فانا رفضته وما ادري شو بيصير. يا رايت ذس جود تايم. او خلص هذا. طيب يستر فورت اوكي خلاص اوكي. الله يكرهك الكلام عنده مره كثير. طيب وقف خلينا نشوف اللي هنا. طيب هذا يحتاج عصا او مفتاح. كم معنا؟ معنا 14، معنا 16 فيمدينا نسوي ماي لوك بوت. يمدينا نخلصه. حلو كم معنا فلوس؟ هذاك ما اعطانا فلوس، ما ادري ايش قال. صار معنا 22. اعطانا اتوقع، قال بعدين ادفع لك شيء زي كذا. معنا 12 اوكي، يبقى حذوه حصان فيمدينا نضبطها، ممتاز اوكي. وضعنا السليم 31. حلو 10، يمدينا نجي نسهر بعض المعادن. عندنا 13، يمدينا نسهر لنا كم حبة. قفل يمدينا نسويه، أو قفل أوكي قفل ما أدري قفل أوكي. يمدينا نخلص بسرعة، يعطينا 10، ممتاز. نجي نسهر بسرعة، يبينا نجيب عامل، لكن كله فوق 100 لازم نجيب عامل بسرعة. هذا يقول ما معي فلوس الحين لكن راح اعطيك بعدين، بس سوي لي هذا. هل نثق فيه؟ بس راح يعطينا بعدين 10. يو نو وات، يا خلنا نثق فيه ليش لا؟ يا تعال يلا ليش لا؟ ان شاء الله ما ينصب علينا يجيب العشرة. اوكي. معنا يمدينا نسوي لك انت برضو. حلو. باقي 6 عندنا. حلو. هل يمدينا نسهر قبل هذا يجي؟ عندنا 3. كم يحتاج هذا؟ 3. حلو. يمدينا نسهر له. بيعطينا 11. اختلفوا. ما ادري ليش. بعض يعطي 11 وهو نفس الاداء، بعض يعطي 6. حلو خلنا نضبط بسرعة.
ما يمدي ما يمدي، هذا يبغى لها قنبلة. دقيقة الحين يمدي صح؟ ثلاث معنا يا تعال. أوكي ضبط السرعة. أوكي خربتك ما عندنا أربع، انتظر. أوكي نايم. هل يمدينا نسوي له ولا لا؟ إن شاء الله يمدي إن شاء الله يمدي إن شاء الله يمدي. أوه شت أتوقع ما يمدي. ثلاث أحتاج حبة سرعة سرعة. أربع تعال ضبطه بسرعة، وباقي لنا أربع. أنت ما يمدي للأسف، ما يمدي نضبطك. يا نوات سكر المحل، أنا آسف لكن سكر المحل، ما بقى معي إلا أربع، فخلنا نستخدمهن وننزل تحت نجيب موارد. فايز يمديك تشري، ما راح أشري، بجمع فلوس عشان أبغى أجيب عامل. أوكي الحين حاليا ما في إلا واحد، وكل يوم بيتغيرون. طيب بصر اللي عندنا هذول كلهم. أوكي الحين خلنا ننزل تحت. كيف وضعك أنت؟ الأنرج عندك تعبان شوي لكن مو مشكلة، يمديك التحمل وبعدها النام. إذا جا الليل للنام. هنا أبغى يجمع على الأقل نجمع عشر إن شاء الله يمدي. لو في عامل ثاني كان أوه أخلي بس هنا يجمع، إن شاء الله بنجيب إن شاء الله. طيب بسرعة اللعبة خليه يجمع. مرة بطيء آرثر، مرة بطيء. هنا يمديك تغير. اوكي خلونا نحطيها الحين الماين، يا نخلي بس حق ماين ان شاء الله يجمع اكثر كذا. لحظة كم معنا؟ بشوف كم يجمع. اوكي يحتاج ينام، يحتاج ينام. اوكي كأنه جمع اكثر صح؟ جمع ثلاث. اشوف الحين صار 16. وات جمعت انتين؟ ليش مرة ثلاث؟ كم الحين؟ وين رايح؟ انا اضغط على مكان. امتلى هذا. اوكي جمع ثلاث. طيب يعني وات خايف يغمى عليك. جمعنا 18. اخر شيء 20 صح؟ بيوديها فوق، يبي يحط صندوق ثاني. هذا امتلى. يا كذا مشوار. طيب معناته لا معناته اذا حط هذا بالصندوق. اوكي 20 كفايه الحين باكتنا. ايوه عشان الانرجي حقه مره راح، فانا ابغى ينام وبعدها ياكل. حلو بليله واحده جمعنا تقريبا 21. حلو فلو بنشري احنا ب 21 راح ندفع كم كان ندفع؟ اوكي ندفع 35. يا كذا افضل، تجميع افضل، لكن لازم نغيره كذا ماينر. اذا نبغى نروح للسميثي نحط التوت. اوكي ماينر ليفل ورشاب. اوكي ما ادري بس لكن خلي هذا خلينا. او ماي جاد اتوقع جاب ظهر، مره تعبان هذا. هيرا صحيت. طيب خليه يروح ياكل. يمدينا نضبط البيت لكن ما ابغى ضبطه بصراحه، والله يمدينا نعدل نحط الرفوف او نعدل السقف ونعدل الاشياء لكن ما ابغى اعدل الحين. اكل يا خلي ياكل. يا ريت في ساعه الحين، ما ادري كم الوقت. اوكي خلصت. حلو تعال اشتغل بسرعه. لا اشتغل هنا، خلنا نصهر المعادن. اوكي يا اصهر المعادن. حلو حلو اصهر. سبعة ثمانية خلص كل اللي عندنا، بصرنا 20 خلاص بيوقف. ما ادري كيف ازودهن هذول للحين، يعني خلي يشيل اكثر من 20. اتوقع لو نجي هنا تطوير يا يمدينا نطوره، لكن نحتاج 200. اوكي حتى البيت يمدينا نطوره. لو نجي مو هنا، هنا نغير شكل البيت الديكورات، لكن لا ما راح اغير الحين. حتى السقف يمدينا نغيره، حط حجر او خشب اتوقع بعدين في يصير في حجر، لكن ما راح اغير شيء حاليا. ف نبي نجمع فلوس. اوكي 18 19 20
حلو. طيب الحين افتح المحل ونخلص العشرين هذه كلها. في احد بيجي؟ اقتصر اللعبة شوي. اوكي جانا اول واحد، اهلا اهلا. اوكي اربعة بعشر يا اخي. واحد يعطي ثلاث و11، ما ادري اختلفن. طيب خلصنا هذا الطلب، ممتاز. ثلاث هذا بتسع. اوكي حلو، سرع اللعبة شوي. اللي بعده كم عندنا؟ عندنا 13، ممتاز. اوكي 39 برضو، ليتس جو. اوكي حلو. عندنا 10، يمدينا زين نخلص لك 12. وات ذس كولد اون ذس اون. اوكي شوف يسوي حركات. اوكي باقي 8، يمدي ان شاء الله. هذه معناتها العامل ما عندنا عمال يسوون الأداة هذه، إذا طلعت علامة تعجب كذا فما عندنا نسوي الأداة هذه، لازم عامل مخصص. لأن آرثر يمدي بس يسوي سيوف أتوقع، بعدين طلع لنا مهارات جديدة. لا خلاص كنسل، فما يمدي نسوي هالك. روح دور ثاني. أوكي أخي ما يمد غصب. اوكي في احد بيجي ولا خلاص؟ يا يقول ما عندك عمال تسويها، فما راح اسويها، اسف. ازعل. اوف يقول اعطيك زود السعر، يقول اذا سويتها لي اعطيك 12، او كان 12 اعطيك 14. يا اخي ما اقدر اسويها. طيب كيف؟ انا خايف اقبلها ويصير شيء. طيب لو بقبل، لو اقول ايه ادري بس بقبلها، هل يمدينا اسويها؟ ما اتوقع. يا ما راح يسويها ارثر، خلنا نسوي هذه بس. يا انت ما راح نسوي. اوكي راح يزعل. ف اثنين كم معنا؟ معنا اربع، يمدينا نعدلك انت. اوكي راح يزعل، لكن انا قلت له، لكن هو رفض. طيب حاول، ممكن تحاول ارثر. كم معنا؟ معنا ثنتين بس، هذا يحتاج ثلاث. دقيقة بسوي واحدة على الاقل عشان اسوي هذا خوذة. اوكي بيزعل هذا. اوكي نجينا الحين نسوي خوذة، حلو. وبعدها بسكر المحل. معنا 141 يا اخي، انت بعد ما يمدينا نسوي لك. حلو جلي سكرنا، ممتاز. اليوم طلعنا 152، صار معنا فلوس. حلو يمدينا اشتري صندوق تحت، او خلص اللي تحت. لا يمدينا نعبي ثاني مرة، ويمدينا نشري موظف. خرب بيته 300. لا نبغى اللي نبغى ناس غير هذولا. انا دفعت عشان اغير، يخرب بيت الغباء. اوكي بني الحلقه هنا. اذا عجبتكم اللعبه، انا عارف في ناس قليلين عجبتهم، اللي عجبته اللعبه يكتب لي تحت، وفايز عجبتني اللعبه كمل اذا وصل عندي، اذا وصل للمقطع لهذه المرحله. فراح نكمل باذن الله، لو واحد معجبته اللعبه يكتب لي تحت عشان اكمل وبس. وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.